مشاهدينا الكرام، من قلب سوق شعبي قروي غادي نتعرفوا على الكوب الشعبي ديالنا استاذ ملكمجة، استاذ ديالنا مصطفى المعاشي، والاستاذ الفنان المحبوب سي عزيز. غادي نتعرفوا عليهم ونتعرفوا على هذا على هذا الفن وعلى هذا الموروث الثقافي. السلام عليكم. السلام. اش اخبارك؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير؟ كلشي بخير. نشاط بعدا؟ نشاط. كلشي مزيان؟ كلشي. كي غادي مع الكمانجه؟ كي غادي مع الكمانجه؟ الكمانجه هي هادي. مزيان. كلشي غادي هو. واخا قدم لنا راسك للمشاهدين باش يعرفوا شكون هو سي مصطفى. كنسكن اسفي، سكن عندي اسفي. في اسفي وجيتي حتى لكازا هنايا؟ جيتي حتى لكازا باش جيت لهنايا؟ كنجيت لهنا. تبارك الله. واخا قول لي من امتى وانت يعني في هذا المجال الفني؟ امتى بديتي الفن؟ ومن الثمانينات، من الثمانينات وانا بادي هذا الشيء. تبارك الله. 15 عام وانا نبلي بها الكمانجه، نبلي بها سبحان الله من الصغرية. نبلي بها نخدم مع الشياخ، نخدم مهرجانات، نخدم عيد العرش، نخدم كل شيء. حتى عيد العرش دابا ما بقاش، كنا كنخدموا فيه توا كنصوروا فيه البركه. دابا ما بقاش داك الشيء. دابا انتم كتمشيو غير في الاسواق الاسبوعيه ولا كتمشيو في مناسبات كاملين ولا؟ لا، كان علاقاتات هنا. كنجي انا اجي الدوره هنايا، قلت غادي نبني من لا نطرق هنا. مزيان. كتحضروا المناسبات زعما في الاعراس وختاين وداك الشيء؟ كل شيء، كل شيء كندوز يعني. كل شيء كديروا؟ كل شيء الحمد لله. نخدموا في الاعراس، نخدموا مهرجان، نخدموا في اي حاجه. شنو اللي خلاك تمشي هذا المجال يعني تدخل المجال ديال الكمانجه؟ واش انت كتبغيها ولا الاب ديالك اللي كان ولا شنو؟ لا، انا من الصغر ديالي دابا تبليت بها، بقيت غادي في هذه الحال ديالي صافي. شدت فينا الحرفه، بقينا غاديين وانا كنخدم بالكمانجه غادي. هو هذاك داك الشيء دابا من الله. دابا داك الصافي تبليت بها، درك ما عنديش شي مهنه خطا هي. تبارك الله. يعني هي مصدر الرزق ديالكم. هي صافي، هي دابا باش تنعيش هذه الحرفه، هي باش تنعيش منها. باش درتي اسره، درتي وليدات؟ هي الوليدات. تبارك الله ما شاء الله. سوزين الله يرضي عليهم. الله يحفظهم ليك يا ربي، والله يخليك ليهم يا ربي، وتكون انت شفقاتهم يا ربي. الله يرضي على وليدات الناس كاملين. امين. قول لنا انت باش كتخدم؟ شنو الاداه اللي عندك انت؟ الاداه ديالي هو كنخدم دابا بالكمانجه صافي. كمانجه؟ هي الكمانجه. وكنخدم حتى بالوتار. الوتار حتى وقت كنخدم به، شي وقت كنخدم به. عاوتاني كنحيدو دابا ملي كندير ثاني هاد الكمانجه كنخدم بها. هو دابا الكمانجه كنخدم بها احسن من الوتار. ايه. الوتار حتى هو على لقطات دابا لا عجبني شي حاجه ولا شي، قالوا لي الناس ديروا الوتار تندير. علاش خسريتي انت الكمانجه؟ علاش خسريتي تخدم بالكمانجه؟ واختاريتها دابا هاد الكمانجه. دابا انا باقا عادري لي صغير، عندي دابا تكون عندي شي 8 سنين ولا 10 سنين. حتى نصاوب ديك الكمانجه ديال الطارو تنصاوبها. كان الوالد عدي عطار الله يرحمه، الوالد عدي، انا ما خرجتش الوالد عدي عطار، كان عطار الله يرحمه ويسعده. كنت كنصاوب ديك الكمانجه ديال الطارو، سبحان الله تيعاود يهرسها ليا، تيعاود يهرسها، نعاود نصايبها، نعاود نهرسها. هذا باباك؟ اي. علاش؟ كان مغوانيش، قال لي هذه الحرفه ما تصلح ليكش. ما غت ولكن انت هو هي ما تتبعهاش. شافتها هي ويمشي يشري لي، مشى لمراكش شرى لي كمانجه عاقل عليها، شرى لي ب 11000 ريال. يعني انت كنت مصر. أيوه. انك تمشي في هذا الدومين هذا. أيوه. ياك. أيوه. واخا باباك كان تيقول لك لا ولدي ما تمشيش لهذيك، كيخسرها عليك وداك الشيء. خسرها سبحان الله، انا ما بغيتش نطلق منها. صافي انا بقيت حيتي عندك سميتو فكره وحده غتبقى هدف واحد. صافي كيقول لي تيعيا الصباح ثاني عاود يهرسها ليا، نعاود ثاني نصايبها. تبارك الله عليك. انت الصوره ديال الاسراء. صيفط عليا ويمشي لمراكش ويجيب لي كمانجه جابها لي طاليا. صافي حتى هو ولا يقول لك صافي انا نعطيك كمانجه سير تخدم. صافي سير هي هو بقيت هذاك الحال. صافي تقتنع بكل شيء. يقول لي والو صافي عاد هو يلقاها كاع ويلقاها كاع شي بلاصه كاع محطوطه وعاود يدرقها لي حتى نجي. هو يطرق. صافي كيقول لي اقتنع. كيقول لي ما تخلطوش لي هذيك ديالو، الكمانجه ديالو خلوها لي. نتعرفوا على الوليد اللي معاك ياك؟ السلام عليكم. السلام. سي عزيز بخير؟ الله يحفظك. كلشي مزيان؟ الله يحفظك. لاباس عليك؟ الله يرحمك. قول لنا منين جاك هذا النشاط هذا؟ واه النشاط اختي راه من الصغر كنت نسري الكاسيط السيدية، وكنت كنشري هذاك الكاسيط عادي، كنت ناخذ واحد الكاسيط هكا وهذيك مزيان الصيت، وكانت عندها هذيك الشجالة ما كان لها الضوء والو هكا الحجر. صافي كنبقى نهز معايا الشجالة وبيكالا وغادي الشجالة. واحد النهار تاشد الوالد هرس لي هذيك الشجالة، قال لي عزيز صافي بقيت بغيت تصنف هذا الشيء. قلت له الوالد غتخليني دابا هذا الفن هذاك. انت باباك ما كانش خلاك؟ الله يرحمه.
والوالد ديالي بالعكس كان بغي يدخلني المدرسة وأنا ما كنبغيش ليه. قلت لي الوالد أنا كل اللي قرأ دابا كل اللي ما دار بوله بديك القراية ولكن أنا صافي واحد نشرلك الشجارة كيعاون تاني هرس عليا صافي واحد نهار زيت راسي صافي هوت آسفي تلاقيت مع فنانة كبار وخا كليت معهم العصا وخا بزاف ديال الحوايج يعني تكرفستي بعدا تكرفست نعس في الشارع وخا الحمد لله بخير كنستافد شي حوايج اللي ما مرمش ليه واحد اخر استافد واحد الفنان الله يرحم ماتو الفنانة كبار الله يرحم ما قام خمنت معها الرسميه ديالهم ولكن الله يرحمهم هاد علاش استافد واحد الحوايج بزاف داكشي العيطان مرساوي اي حاجه كاين الحمد لله جيت هنا لبيرستاف ولات عندي ديك الساعه 28 عام ديك الساعه بادي في هادشي جيت هنا لمدينه بير جديد تعرفت على شي دراري هنا بير جديد ولكن خدمت معاه في عريسات تما بزاف ولكن هما ما كيشفت احسن منا ما كيحملوش فهمتيني كيغيروا منك كيغير ما كيقول لك واه شفنا لابس احسن منا هادي الناس كيقولوا لي لا جيب هذاك في العرس الناس كيجيبوا يقولوا لي جيب هذاك حيت عندك صوت زوين الحمد لله صوتي انا الصوت عندي تبارك الله حنين بزاف وقبول عند الناس بزاف ما شاء الله واحد ما كاين لا بليه لا والو و28 عام دابا في عمري والحمد لله عمر البليه بخير رجعت في امين الحمد لله حتى شي حاجه واخا قول لنا السي عزيز صراحه انت فيك يعني عندك ما يتقال تبارك الله يعني انت ولو نبقاو معك ساعه ساعتين ثلاثه السوايع ما غاديش نملوا منك لا ولا الاستاذ مصطفى عارف لك انا واخا نعرفوا كيفاش حتى بديتي شنو اللي خلاك انك تمشي للغناء اختي شنقول لك هذا الشيء انا كنشوف شي حوايج حيت كنشوف الوالده عندي كتكرفس في مدينه حسوانم وبقى دابا الان ما ماشي انا خمشي واحد انا اللي كنا نقولوا انا الوالده عندي كتسعى بزاف ديال الحوايج فهمتي وبقى دابا الان كتسعى دابا مدينه حسوانم وانا كنشوف لك الحوايج حيت ما غنمشيش انا نتسنى امي انا غنطلب على الناس ومن غادي انا تعطيني لاختي انا باش نشوف لي راسي واخا نعرف انا في جيبهم العافيه ونشوف على راسي وبخير وما نخليش الوالده انا تخرج هذه الرجوله ديال الشعب اللي حيت انا اختي شحال واحد دابا كتلقى امي صغير كيقول لي امك كتقول لي لا واش نمشي نصل هذاك راه امي انا حيت هي حيت علاش راه كاينين خوتها هما في مصر حال هنايا ولكن خذوا لها بلادها خذوا لها كل شيء ما عقلش على دابا حق اختي جي عندنا حق اختي اما كاينين عندهم خوانيت عندهم طاكسيات لاباس عليه لكن ولكن بزاف كتبارك عنده انا نيت كيندوز عليا العذاب خسر لي الطونوبيل كل شيء ولكن تعدى عليا ولكن انا مسامح ليه علاش حيت هو كما كان سخو الوالده ولكن انا نقول لك شنو علاش واحد الظروف كتكون دابا انت هاد الظروف انت هي اللي خلاتك انك تمشي للفن الشيء اللي خلاتني نمشي للفن انا حيت كنشوف شي حوايج دازوا عليا حيت ما بغاش نبغي نرجع يدوز عليا حوايج اخرين فهمتي خاصني لو ما نسيت بحال كنخرج ولا نلقات على راسها ولا نلقى بارك وما يعني يقولش لك واحد اخر يقول لك ترى الاخر راه بارك وراه مريح فهمتي انا نلقات على راسي ونعرف واخا انا كتلاقيت مع حد بنت الناس وكنتزوجت بها ولكن صافي ملي شافني قالت لي اول الناس هادشي راه ما خدامش قلت لها راه اختي حيت هادشي راه ما كاينش انا ما جيتش خدمت في هادشي السواق ولا ما جيتش خدمت انايا قلت لها راه كاينين فنانين كبار ولكن انا ما غيبغيش يدخلوك معاهم يعني أنا شوف الانسان كيبدا شويه بشويه نعم طوبه طوبه فهمتي شويه يكون عندك دربه وكتخدم بها ولا الكماجه شويه تلقى ناس هكا شويه هكا حيت انا اختي فهمتي راه شوف احنا كاملين ما كنكونوا لا شيء احنا راه تزادينا من عدم راه ما كنا والو وحتى كتشوف يعني واحد قدامك وهكا فيعني هاد الامور عادي انك تبدا شويه بشويه وربي ان شاء الله يسر لك اللهم امين شنو هو الطموح ديالك عزيز؟ اما اختي ديالي انا يا اختي باغي نزيد قدام ان شاء الله وباغي كانت عندي اله اخرى كنت انا كنت انا كندير الكمانجه وكل شيء ولكن انا صافي من كانت مرضت لي الوالده اختي وبعت هذاك الشيء كامل وبقات عندي هذه الاله هذه ماشي ديالي ولكن دار انا واحد الدري صاحبي وهو بير جديد فهمتيني هو ساكن حدانا قال لي يا خويا عزيز قضي بها هذه تشري اله اخرى كان عندي بندير كان عندي بزاف ديال كان عندي الات كاملين وكان خصني بقات عندي حتى اله في الدار هذه الاله هي اللي دار واحد الدري دابا خدام بها كيعرفني قال لي يا خويا عزيز دير الاله خليها عندك حتى الوقت اللي تقنع منها نتايا الى هنا مشاهدينا كنكونوا يعني وصلنا لنهايه هاد الحلقه ياك هاد الموضوع نلقاكم ان شاء الله في موضوع اخر الى اللقاء وتحيه للسي مصطفى اها واخا قلت انت الرقم التليفون ديالك رقم التليفون ديال السي مصطفى اللي بغى يتواصل معاه هو 06 22 33 44 78 اذا خلينا لكم رقم التليفون ديال السي مصطفى وديال السي عزيز تقدروا تواصلوا معاهم الناس اللي بغات دير زعما شي مناسبه ولا توقفوا معاهم ولا اي حاجه اختي انا شوف اي حاجه انا راه كنلبس في الدار واي حاجه كنخرج مع العونيات ماشي نقول لك اختي انا في المسجد كنخدم يعني المناسبات كاملين كل الحمد لله اي حاجه من الشبه القلب
نقدم انا عندك صوت تبارك الله وان شاء الله غادي تمشي بعيد. وانا كنحييك يعني كنقول لك تبارك الله عليكم جوج، الله يوفقكم يا ربي والله يكتب لكم ان شاء الله مكاتب الخير. اذا الى اللقاء مشاهدينا.